أوه، ظاهر رجلك تعودت تجي لعندي. وين بكون بتكون؟ وحتى ما عاد عم تخاف من حدا، عم تجي بكل قوة قلب وشجاعة. ليش ما قلتي لي إنك متزوجة من قبل؟ مريم خانم، أنت كنتي عم تلعبي علي، كيف ما بتقلي لي هاي الشغلة؟ لا مو هيك، أكيد في سوء تفاهم صار. لا لا، أنا ما بعرف لا سوء تفاهم ولا غيره. قلت أربي خبرني بكل شيء، ولك أنت ضحكتي علي. لا يا الله، معقول هالحكي هاد؟ ما في شيء من هذا كله، هو ما بيعرف شيء عني. بس قال إنه زوجك إجا على المزرعة. إيه مزبوط إجا، يعني إجا مزبوط، بس القصة مانا هيك. خليني أحكي لك، أنا كيف بدي أشرح لك أنا القصة؟ أنا فهمت اللي لازم أفهمه يا مريم. خانم، يا حبيبتي يا مريم. يعني انتي يا ريتك ما قلتي له انك مانك متزوجة، يا ريتك ألفتي لك شي قصة مشان ما تنحطي بهيك موقف. لا انتي ما عم تفهمي بالحكي، شو بدي ألف؟ فهميني، اجا واقف قدامي وفجأة قال لي انتي متزوجة، شو بدك يعني قله بهيك موقف؟ والله جمدت بمكاني مثل الفزاعة. بعدين شو بدك يعني قله هذا مو زوجي، هذا اللي كنا عم ننصب عليه؟ لا لا ما تقلي له هيك، بس لك انا بالعادة ما بزعل كل هالقد، بس ما بعرف يعني انا كأني حسيت في شي حقيقي جوا كل هالخداع والكذب هاد، حسيته حلو بصراحة، حاسة كأني بلشت حبه. بعدين طريقة كلامه حلوة كتير. أوف، نحنا شو اللي صار لنا؟ نحنا ما لنا محظوظين مثلكن، ما قدرنا نعيش علاقتنا ولا حتى نشبع منا. على أساس أنا عم عيشة وأشبع منه؟ يا الله دخيلك، نحن شو صار لنا هلأ؟ إيه؟ تمام تمام، ما بدي تقولي شو صار لنا، بدي تقولي شو رح يصير. يلا قومي لشوف، يلا يلا قومي معي لشوف، يلا قومي. تعرفي شغلة؟ انتي حبيبتي صرتي مثل المهرج، امسحي عيونك لشوف. يلا